الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، بلغنا إلى أقسام المناسب. كل هذا في الكلام على سالك الآية. أقسام المناسب باعتبار الشرع له. تكلمنا عن أقسام المناسب باعتبار أقصد المقصود عليكم السلام عليكم. أقسام المناسب مع أصول الفقه جمع الجوانع الجوامع. أقسام المناسب باعتبار الشرع له. ثم المناسب من حيث اعتباره أقسام له أقسام. أول، إن اعتبر بالنص أو إجماع عين الوصف في عين حكم فالمؤثر. اعتبر النص أو الإجماع عين الوصف في عين حكم المؤثر لظهور تأثيره بما اعتبر به. مثل الاعتبار بالنص، اعتبار بالنص يجعله تعليل، يجعله تعليل كتعليل نقض الوضوء بمس الذكر في قوله صلى الله عليه وسلم: كيف الانتحار؟ فذاك الله، كيف ذلك؟ اتق الله ربك، ما هذا؟ ولما استغفر الله، اتق الله، ارجع لرشدك، ولا لا عليك، لا عليك، الله تعالى يفتح لك كل ابواب الخير، اياك ان تجعل الشيطان مسرحا عليك، أتفعل ذلك يا فريال، الله يهديك، رضي الله عنك وأحسن الله عليك وأسأل الله عليك. كالتعليل كما قلنا بنقض الوضوء بمس الذكر، قال النبي: من مس ذكر فليتوضأ، فجعل مس الذكر النص هو التنصيص، فجعل مس الذكر علة بنقض الوضوء، من مس ذكر فليتوضأ. وقد يكون باعتبار الإجماع بتعليل ولاية المال على الصغير بالصغر، لأنه لا رشد له، لأنه لا رشد له، وذلك قال الله تعالى: فإن أنست منه رجدا فادفعوا إليهم أمواله، والصغر لا رشد له. فهذا مجمع عليه، هذا مجمع عليه كما قلنا، إما بالنص أو بالإجماع. وإن لم يعتبر عين الوصف في عين الحكم بهما، أي بالنص والإجماع، بل اعتبر بترتيب الحكم على وفقه، بترتيب الحكم على وفقه. قل هذا هذا الجاهل الذي جهله أهله، اسمه حتى اسمه جهل نفسه، فطيره علينا أبعده. هذا الجاهل اسمه خالد، هذا رافضي، هتلاقي رافضي خبيث. ما هؤلاء الروافض الخبثاء منزعجين جدا منا، لأننا بأن الروافض الخبثاء هم الذين يبعثون عمالهم الآن في هذا الباب مع سوء الأدب والجهل المركب. نحييكم بقى على طبعا الإضرار بالأمة وعداوة الأمة وسب الصحابة، طبعا أصلا ليس عجيبا عليهم، يسبون الصحابة ليل نهار صباح مساء، فلا غروا على عجب أن يتطاولوا على مجالس العلم وغيرها. أو الأخ أو جاءنا فؤاد، هذا السيارات هذه، لأن هذا موعد الدروس، أنا أجبتك وسألت أنت بأدب سأجيبك بأدب. الأصل أننا كل يوم بعد العصر عندنا الدروس ولا تتوقف. الله جل في علاه قد من علينا بأمر نريد أن نعض عليه بالنوارس، كما قال عمر بن الخطاب: من بورك له في طاعة فليعض عليها بالنوارس. كيف نضيع نحن على هذا الفضل وهذا الكرم من ربنا علينا، ونوقفه في السيارة، في الجبل، في الطيارة، في الغواصة، في البحر؟ المهم أننا لا نتوقف عن خير الله منحنا إياه، لا سيما أن الجهل الذين كثروا في الأمة من ضيعوا الأمة، فلا بد أن نرفع عنهم الجهل من أجل أن يتعلموا كيف أن يكون النصرة لهذا الدين، وكيف أن نعقل ألا نتحزب لراية أو لطائفة أو لشخص، وأن نعلم بأن ديننا دين اليسر، وأن ديننا هو الدين الحق، وأن من رام أن يرتقي أو ينصر الدين فعليه بالعلم، بأن الله قال: فاسألوا أهل العلم إن كنتم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أجبتك الآن وسنرى ردك على ذلك كان مستديما على الأدب أم لا. فإذا المصنف قال: إما باعتبار التعليم كما قال في التعليم نقض الوضوء بمس الذكر، من مس الذكر فليتوضأ، أو قال بالإجماع. نعم، والإجماع على ولاية الصغير للصغر،
لأنه لم يكن له الرشد. إن شاء الله إجابة الأسئلة تكون بعد الدرس. ولم يعتبر عين الوصف في عين الحكم بهما أي بالنص أو بالإجماع، بل اعتبر ترتيب الحكم على وفقه، أي الوصف أي ثبت الحكم معه، يعني الوصف ثم ثبت الحكم مرتبا على هذا الوصف، وهذا التعليل الوصف أن مرتب عليه الحكم. ولو كان الاعتبار بالترتيب باعتبار جنسه في جنسه، جنس الوصف في جنس الحكم بنص أو إجماع، كما يكون باعتبار عينه في جنسه، أو العكس كذلك الأولى من المذكور كما أشار إليه بقوله لو، ولو باعتبار جنسي بجنسي. فالملائم لملائمة الحكم فأقسامه ثلاثة، يعني المناسب الملائم. المثال الأول أي اعتبار العين في العين بالترتيب، فقد اعتبر العين في الجنس تعليل ولاية النكاح بالصغر، حيث تثبت معه وإن اختلف في أنها له أو للبكارة أو لهما، فقد اعتبر في جنس الولاية حيث اعتبر في الولاية المطار. الخلاف في العلماء هل المسألة في الولاية على الصغر أم على البكارة، يعني الكلام على ولاية الإجبار على الصغر أم على البكارة، ولذلك ترى أن الأحناف يرونها على الصغر، شفاء يرون أن المسألة على البكارة. سأل الخير والفضل والنعمة وجزاكم الله خير. فالملائم للحكم المناسب الملائم للحكم أقسام ثلاثة، أنا قلت عندما أكون في الدرس الإجابة على الأسئلة تكون بعد الدرس. مثال الأول هي اعتبار العين في العين بالترتيب، وقد اعتبر العين في الجنس تعليل ولاية النكاح بالصغر لا بالبكارة، حيث تثبت معه وإن اختلف في أنها أو للبكارة أو لهما، وقد اعتبر جنس الولاية حيث اعتبر في ولاية المال بالإجماع كما تقدم. المثال الثاني المناسب الملائم هي اعتبار العين في العين، وقد اعتبر جنس في العين تعليل جواز الجمع بالحضر حالة المطر على القول به في الحرج، وطبع جنسه في الجواز السفر بالإجماع، يعني اجعل عين في العين الجنس هنا، وأقول إذا كان المطر يلجئ إلى الجمع فالحرج يلجئ إلى الجمع أيضا مع عدم الفارق، لأن المطر يلجئ إلى الجمع في الحضر، عند الأصل حضر لا جمع، يلجئ إلى الجمع في الحضر للحرج، لأنه إذا مشى في طين الشوارع الحوادث وغير ذلك مما يحدث وتراه، فلرفع الحرج جعل الجمع. فقال وإذا أيضا الوصف المناسب لذلك رفع، إذا رفع الحرج، رفع الحرج كطبيب يعمل عملية وغير ذلك فله الجمع أيضا في الحضر، فله الجمع أيضا فيه. أو ثالث أي اعتبار العين في العين، وقد اعتبر جنس في جنس، جنس في جنس الحكم تعليل القصاص في القتل بمثقل بالقتل العمد العدوان، تعليل القصاص بالقتل المثقل يعني خشبة كبيرة دبوس، حيث ثبت معه وقد اعتبر جنس في جنس القصاص، حيث اعتبر في القتل بالمحدد، لأنهم يثبتون القصاص في المحدد يعني بالسيف، السيف إذا قتل به يكون فيه القصاص. قالوا إذا المثقل أيضا يجب أن يتمحدد في هذا الباب بجامع العمد والعدوان، بجامع العمد والعدوان. وإن لم يعتبر المناسب فإن دل الدليل على إلغائه فلا يعلل به، كما في مواقعة الملك فإن حاله يناسب التكفير ابتداء بالصوم ليرتدع به دون الإعتاق، يعني هذا شوف، ولكن هذا التعليل ليس صحيح، خطأه العلماء، هم يقولون يعني لو كان يملك عبيدا وجواري لو قلنا له اعتق سيعتق وهذا سهل عليه، لا نقول له بالصوم حتى يشق عليه، هذا خطأ. أنت نظرت نظرة محددة فقط بعين واحدة، ولو نظرت بمقاس الشريعة ترى أن أفضل شيء أن الله أمر بالعتق والشرع متشوف للعتق، فيكون من هذا الجانب هو الأفضل. إذا أسأل عليه بذل المال في شهوة الفرج، وقد أفتى يحيى بن يحيى المغربي ملك ملكا جامعة، الأولى كما في مواقعة الملك فإن حاله يناسب التكفير ابتداء بالصوم ليبتدع به دون الاعتاق، وهذا خطأ بين، بل عند وإن كان يملك رقابا. إذ يسأل عليه بذل المال في شهوة الفرج، وقد أفتى أحد من أهل المغربي ملكا جامع في نهار رمضان بصوم شهر متتابعين نظرا إلى ذلك، لكن الشارع ألغاه بإيجاب الاعتاق ابتداء من غير تفرقة بين ملك وغيره، وسمى هذا القسم الغريب لبعده عن الاعتبار، غريب جدا أنه لا يعتبر. وإلا أي
وإن لم يدل الدليل على إلغائه كما لم يدل على اعتباره فهو مرسل. أي مرسل هو الذي لم يدل الدليل على الاعتبار أو على عدم الاعتبار، اللي هو تكون الشرع لم يأتي تنصيصا باعتباره أو بإلغائه فيكون مرسلا، لإرساله أي إطلاقي عما يدل على اعتباره أو إلغائه، ويعبر عنه بالمصالح المرسلة أو الاستصلاح. كجمع القرآن لما قال أبو بكر كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له عمر والله إنه لخير، استحر القتل في القراء، فكانت هذه من باب المصلحة المرسلة. وقد قبل الإمام مالك مطلقا اللي هي المصلحة المرسلة. دعاية المصلحة تجوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر وعورض بأنه قد يكون بريئا، وترك الضرب المذنب أهون من ضرب البريء. ليت الناس يسمعون ذلك، ليت يعني الفقه هذا يظهر وينتشر. وإن كان الضرب جائزا قد يكون جائزا عند غلبة الظن باتهامه، لكن عند الشك لا يجوز الضرب مع وجود الشك، لا يجوز الضرب مع وجود الشك، لأن ضرب البريء ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وكاد أمام الحرمين يوافقه مع مناداته عليه بالنكير، يعني يوافقه على أنه لا يضرب البريء، لا يضرب، ليس يوافقه، هو يوافقه على الضرب على أنه يضرب من أجل أن يعترف. أي قرب من وافقته ولم يوافقه، ورده الأكثر من العلماء، رد كلام مالك الأكثر العلماء، كما قلت أنه لا يجوز ضرب البريء لعدم ما يدل على اعتباره، ورد القوم في العبادات لأنه لا نظر فيها المصلحة بخلاف غيرها كالبيع والحج. الكلام على المصالح المرسلة هنا، ولأن الشافعية أيضا تركوا ذلك، تركوا المصالح المرسلة وإن كان تطبيقا عمليا يعملون به، وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية، لأنها مما دل الدليل على اعتبارها فهي حق قطعا. واشترط الغزالي للقطع بالقول به لا لأصل القول به، فجعلها منه من الوصف المناسب للقطع بقبولها، وظن قريب من القطع كالقطع. سألوا رمي الكفار المتترسين بأسرى المسلمين في الحرب المؤدي لقتل الترس معهم، إذا قطع أو ظن قريبا من القطع، بأنهم إن يرموا استأصلوا المسلمين بالقتل والترس وغيره، وبأنهم رموا أسلى سالمة غير الترس فيجوز رميهم لحفظ باقي الأمة، لأنه لو كان استطاع الأمر فحفظ باقي الأمة أولى. هنا مقاصد الشريعة تتحكم في هذا الباب. ولو قتلوا المسلمين المتترسين بهم، نعم ولو قتلوا، بخلاف الأمة يعني قلعتين تترسوا بالمسلمين، فإن فتحها ليس ضروريا فلا يجوز، فلا يقتل المسلم بحال من الأحوال. دم المرء المسلم عند الله أغلى من كل شيء. كنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو أن أهل السماوات والأرضين تكالبوا على قتل سفك دم امرئ مسلم أكبهم الله في النار ولا يبالي. ورمي بعض المسلمين من السفينة في البحر لنجاة الباقين، فإن نجاتهم ليس كليا أي متعلقا بكل أمة. ورمي المتترسين في الحرب إذا لم يقطع أو لم يظن قريبا، لم يظن ظنا قريبا من القطع باستئصال المسلمين، فلا يجوز له الرمي في هذه الصور. فإن قطع فإن أقرع في الثانية، لأن القرعة لا أصل لها الشرع في ذلك، وإن أقرع في الثانية. مسألة في انخرام المصلحة المناسبة تنخرم أن تبطل بمفسدة تلزم، الحكم راجحة على مصلحة أو مساوية لها، خلاف الإمام الرازي في قوله ببقائها مع موافقة انتفاء الحكم، وعند الوجود المانع على الأول الانتفاء المقتضي، وهذا حق. إذا المناسبة الخارمة تبطل بمفسدة تلزم الحكم راجحة على مصلحته، المفسدة الراجحة، إذا هذا يخالف مقاصد الشريعة، فيكون هنا يكون التعليل به غير مناسب، لأن به تكون المفسدة أعظم من المصلحة أو مساوية لها، خلاف الإمام الرازي في قوله ببقائها مع موافقة انتفاء الحكم، وعند الوجود المانع وعلى الأول الانتفاء المقتضي، لما المقتضى ذلك أننا نعلل به من أجل إيش؟ المصلحة، لا تأتي مفسدة، لأن الأصل لذلك هو النظر إلى المصلحة، تحقيق المصلحة، ويكون التعليل به يوافق ويقرر المصلحة، لا نأتي مفسدة غالبة. ثم انتقل المصنف إلى المسلك السادس
من مسالك العلة وهي الشبه، وهي الشبه. هذا نفصل فيه إن شاء الله في الدرس الخاص. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.